بداية فصل الشتاء تعاني أغلب الأطفال، يعني 90% من الحالات، التهاب قصيبات شعري. التهاب قصيبات شعري لدى الأطفال خاصة حديثي ولادي بعمر صغير، فبحاجة نحن لكتير كتير أكثر شيء عم نعاني منه من شواغر حواضن وعناية مشددة. بنضطر نحوله على مشفى ثاني، حتى المشافي الثانية اللي حوالينا ما في مشاغر، يعني هالأزمة عم بتعاني منها كل المشافي بالشمال الغرب السوري، كله ما في شواغر، نضطر نحول الطفل على مشفى خاص، وبالأغلب يعني ما في شاغر بمشفى الخاص، فبيضطر الطفل يروح على البيت وبيزداد وضعه وبيزداد سوء وحالته بتدهور. نطلب من منظمة الصحة العالمية توفير حواضن وتدعم جميع المشافي بشمال غرب سوريا من حواضن، لأنه كتير عندنا نقص بالحواضن.